أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه الأخت تقول بأنها تخشى الزحام خصوصا في أيام الحج وذروة الحجيج، فتجعل من طواف الوداع والإفاضة تخرج إلى جدة هناك وتجلس وترجع إذا خف الزحام لإكمال ما تبقى من هذا النسك. نعم، إذا كانت تحتاج إلى الذهاب إلى جدة قبل أن تطوف للإفاضة فإنها تذهب ثم تنزل إلى مكة وتؤدي طواف الإفاضة، وإذا كان هو الأخير وتسافر بعده فإنه يغني عن طواف الوداع، وإن تأخرت بعد طواف الإفاضة في مكة فإنها لا بد أن تطوف للوداع عند السفر. نعم. وإذا كان ذلك بعد رمي الجمرات يا فضيلة الشيخ في أيام 12 والثالث عشر، يعني إذا نفرت من منى النفرة الأولى، نعم، تعجلت في يومين، نعم يا شيخ، واحتاجت إلى الذهاب إلى جدة، نعم 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 الله يحفظك، لا بأس كما ذكرنا، الحمد لله، تذهب لكن على شرط أن تعود وتكمل حجها. نعم.